ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا، فالقوات قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين من هذه المعركة. سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت. كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة ولأننا على قلب واحد.